فكرة حلوة، لأن في نفس التاريخ بالظبط كان لنا لقاء مع كنا بعض. بعض. أيوه ده حقيقي. سبحان الله يعني. سبحان الله. أكيد بشرفنا ورانا يا كوتش. وفي البداية كده هروح معاك كده سريعا للجنة الفنية لاختيار الموهوبين بالنادي الأهلي، دي لها دور قوي جدا، هي عين النادي الأهلي لاكتشاف الموهوبين. في الأول عايز أعرف اللجنة وتشكيلها ومين بيترأس اللجنة بعد اختيارهم من مجلس الإدارة. هو اللجنة، رئيس اللجنة الكابتن فتحي مبروك، أعضاء اللجنة رئيس قطاع ناشئين طبعا، نجم نجم من نجوم النادي الأهلي في الزمن الجميل، وأيضا كان رئيس قطاع ناشئين السابق، كان رئيس قطاع الناشئين الموسم اللي فات، وبعدين بقى مكلف من إدارة النادي إن هو يكون رئيس اللجنة بتاعة اكتشاف الموهبة. الأعضاء طبعا حضرتك برضه نعرف الناس يعني، كباتن بالترتيب يعني، ابراهيم عبد الصمد، امين عرابي، ياسر ريان، مدحت طه اسماعيل، وصديق جمال. لا اسماء كلها لها باع وتاريخ في اكتشاف المواهب، على الرغم ان هم نجوم كبار جدا، لكن في حته كده العين اللي تعرف تصطاد. هم مدربين يعني. يعني برضو يبقى في رؤيه فنيه، اما يكون برضو المسؤول في الموقع بتاعه دارس في الحته دي كويس وعنده خبرات بيقدر ينقلها او بتساعده في الشغل بتاعه في المكان اللي هو مكلف بيه. فكل اللي في اللجنه كلهم مدربين يعني، كانوا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. انا ما اشتغلتش في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بس انا اشتغلت طبعا في السعوديه وفي لبنان وفي الامارات، واشتغلت سنه مع في نجوم المستقبل، والحمد لله وقع علي الاختيار من الموسم اللي فات اكون متواجد في اللجنه. من المسمى بيبان الدور اللي هو اكتشاف المواهب للنادي الاهلي، ده هيبقى من خلال اختبارات ولا لا هيبقى انتوا ليكوا تجوال في انديه واكاديميات مختلفه؟ لا، هو اكتشاف المواهب في النادي الاهلي في استراتيجيه للعمل بتاعنا، وفي سيستم برضو للشغل يعني. احنا بنبقى مكلفين من رئيس اللجنه ان احنا نبص على المواهب. عندنا الحمد لله في تنظيم يعني في الشغل في النادي الاهلي، في عندنا كشافين على مستوى محافظات مصر، واول حاجه عندهم انتماء للنادي الاهلي، على اساس بيشتغل معاك يبقى في جديه والتزام واخلاص ان هو بيخدم منظومه النادي الاهلي، غير الاكاديميات الموجوده في المحافظات المختلفه بقى. غير الاكاديميات. فدول لما بيشوفوا اي موهبه اي سن، حتى لو في واحد يخدم الفريق الاول فبيبلغوا الكابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي مبروك بيكلف حد من اعضاء اللجنه وبيروح واحد، بحيث يبقى الاراء تتجمع على الموهبه اللي احنا بنشوفها او اللاعبين. بالنسبه للي هم قطاع الناشئين يبقى في تنسيق مع كابتن خالد بيبو كرئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ومع طبعا الخبير اللي هو الاجنبي بيشوف اللعيبه اللي احنا جايبينها، بننسق مع كابتن فتحي مبروك كابتن خالد بيبو، بحيث لما ينزلوا الملعب في النادي الاهلي يبقى مركزين طبعا ان احنا نخش على المدربين بس ما نتخطاش حد. تمام. رئيس القطاع مع رئيس اللجنه بتاعتنا بنبقى مكلفين ان احنا نوديهم مدينه نصر او هم بيروحوا بينزلوا الملعب بيعملوا فتره معيشه، وبعد كده تحكم عليهم وتشوفهم بقى بالظبط وتوزعوا بعد كده يعني. الحكم يبقى نهائي. تمام. لان انت برضو لما بتجيب لعيب لازم يكون فيه المواصفات وشخصيه النادي الاهلي. صحيح. يعني مش بس موهبه، لازم يكون عنده بقى ان هو يتاقلم مع اللعيبه الاخرين ويندمج معاهم. وانت يعني بتختار طبعا سلوكيا بتبقى واضحه يعني، فنيا تختار الموهبه مثلا المهاري، حد اللي يكون عنده سرعات عنده قوه. طبعا الحاجات دي حسب ما كل مميز كل لاعب بتنطبق على سن معين، انما البراعم الصغيرين الموهبه بس يعني ولد 10 سنين او 9 سنين او 11 سنه بتبص على الموهبه. صحيح. اللي عنده موهبه انت بتيجي بقى بيشتغل في النادي الاهلي وبيتدرج لحد ما ياخد الشغل اللي انا بقول لك عليه. صحيح. السرعه والقوه والحاجات دي والمهاره ان شاء الله تبقى بالشكل والتكوين الخاص باللجنه ده موفق ان شاء الله في المرحله الجايه، يبقى في صالح النادي الاهلي بالتاكيد.